من أشد الأوقات التي يكون للقرآن تأثير على قلب الإنسان يوم أن يكون واقف بين يدي الله في جوف الليل. سبحان الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والله عز وجل يقول في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تأمل الآيات الأول من سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إذا خلى في جوف الليل بربه واستقبل القبلة ثم بدأ يرتل القرآن يشعر كأنه يملك الدنيا والدنيا.